لحد الخمسة ونص متاع العشية، موعد جديد مع فاميليا تايم. ضيفتنا الممثلة عزوزتي كوثر بالحار، باش نحكيو على الطب الأعشاب، واليوم البلوكاج وقت الرجيم كيفاش نجمو نتفداوه، وبرشا مواضيع أخرى تستنى فيكم. تابعونا. إنه وقت لأخذ القرارات الصارمة. يوسفي نبدأ نشز نقص، ما تخافش ما يهرب حد. اليوم الشهرة ضرتك شوية أنت كأم مع بنتي، مع بنتك، مع بنتي الكبيرة، وضرتني ما تحبش تخرج معايا. معناها إيه اليوم مش نغتهبت إنستغرام معاك وتاجيك باش تقول هذه يا ماماتي؟ نبه عليا، ما نهبت لي حد شيء. معناها جيت من امرأة عملت لي حركة 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 رو فرجت عليا الناس كل. معناها ما تقولي جنجنب في وسط أبو زمان يا دكتور. سنت الثوم يشقها شوية ويبلعها كيما الحربوشة. وقت اللي انت طلقة اللي جلدة متاعك شيحة، بسم الله على الناس الكل، كي تبكي حاجة هوني توجع. يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت. تتفرجوا في فاميليا تايم مع جيهان ميلاد كل نهار حد الخمسة ونص متاع العشية على قناة التاسعة.